هكذا يجب أن تكون. لا تستمع لأي شخص يسبب لك إحباطاً أو يقلل من طموحاتك. الثقة بالنفس طريق النجاح، النجاح يدعم الثقة بالنفس. الخوف من أي محاولة جديدة طريق حتمي للفشل. تذكر أن الشعور بالوحدة نتيجة سوء العلاقة مع الآخرين. الناجحون يثقون دائما في قدرتهم على النجاح. قدر ما تركز مجهودك في موضوع ما تحقق النجاح فيه. رؤيتك السلبية لنفسك سبب فشلك في الحياة. فكر دائما فيما يسعدك وابتعد دائما عما يقلقك. ما تخاف منه قد يحدث لك إذا ما داومت في التفكير فيه. الناس الذين لا يخطئون أبدا هم الذين لا يتعلمون إطلاقا. اجعل فشلك بداية جديدة لنجاحك. محاولة النهوض من السقوط أفضل من أن تداس بالأقدام وأنت راقد على الأرض. ليس السؤال كيف يراك الناس، لكن السؤال كيف أنت ترى نفسك. التقليل من قيمة الآخرين يتسبب في تحطيم نفسك.